هرجعلكم مرة تانية وهنتكلم في الفقرة دي عن طرق الحديثة لعلاج مشاكل البشرة والتجاعيد عن طريق بقى الليزر والحقن والتأثير. وضيفنا في الفقرة دي هو دكتور منير ثابت ويليام، خبير جراحي التجميل وأستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. دكتور منورنا. أهلا بيك يا دكتور. دكتور في الأول كده عايزين نعرف إيه أهم المشاكل اللي ممكن تواجهنا في بشرة الوجه؟ إذا حددنا بالتفصيل بشرة الوجه، لأن إحنا لما نتكلم عن البشرة كل الجسم يعتبر جلد، والجلد بس إحنا النهاردة هنتكلم عن بشرة الوجه يعني على الخصوص. تماما، إحنا ممكن نلاقي فيه مشاكل كثيرة جدا ممكن تصيب البشرة، بدءا من أنواع مختلفة من الالتهابات. قد تكون التهابات بكتيرية زي حب الشباب، قد تكون التهابات فيروسية زي الهربس، قد تكون التهابات فطرية بكافة أنواعها سواء كانت كيميات أو حاجات زي كده، وقد تكون امراض غير معديه زي الاكزيمات وزي كافه هذه الاضاءات اللي ممكن تكون ارتكارية، حاجات زي كده. ايضا ممكن لو سيبنا المجموعه دي كلها ودخلنا في مجموعه ثانيه خالص خالص اللي هي علامات الزمن، تجاعيد الزمن، ظهور العلامات اللي تاثر في البشره. هذه العلامات اللي تظهر في اماكن مختلفه عن البشره، قد تظهر على جانبي العين، قد تظهر في الاخدود الانفي الفمي، قد تظهر حوالين العين، ممكن تكون في علامات تكشير 111 وحاجات زي كده، ممكن تكون على هيئه لغد موجود. اكتر حاجه ممكن تكون سقوط على جانبي الشفه. طب من سن كام يا دكتور بتبتدي تبان التجاعيد في الوجه؟ هو احنا لما نتكلم عن الانسان مفيش قانون عندنا في الطب، انما ده يتوقف على عوامل كثيره جدا. قد تكون هذه العوامل عوامل وراثيه، يعني تبص تلاقي بعض العائلات تظهر علامات مبكره، بعض العائلات توصل لسن 60 و70 والبشره طبوحه ومفيش اي حاجه موجوده فعلا بالنسبه لها. ايضا درجه معاملتنا للبشره، انهاكنا للبشرة، يعني هناك فرق كبير مثلا بالإضاءة، استوديوهات الدنيا مقفولة في إضاءات، في ناس مدخنين وهكذا. فدرجة الإجهاد بتاعة البشرة دي ممكن تكون ليها بتسرع من إظهار هذه العلامات. عشان كده احنا بنميز دايما في مجال التجميل بين السن العمري اللي موجود في شهادة الميلاد، أنا عندي 60 سنة، أنا عندي 30 سنة، دي حاجة اسمه العمر السني. والحاجة الثانية العمر البيولوجي، يعني أنت بشرتك اتعاملت معاها بمكياجات وعلامات وعمليات تشير وليزر صحيحه او طريقه مش مظبوطه، درجه انهاك الاجهاد ده العمر البيولوجي. يعني ممكن يكون الواحده عندها 30 سنه وتعاملت مع البشره بعنف، وصلت لسن الجلد وصل لغايه 40 50 سنه. تمام دكتور، اسمح لي ناخد اول تليفون معانا. ليلى. الو. ايوه صباح الخير يا ليلى، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، انت كويسه؟ انا بخير والله، ربنا يخليكي. عايزه اتكلم دكتور؟ طبعا معاكي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. حضرتك انا عندي 25 سنه ومتعوده ان انا اشقر بشرتي، فانا غلطت ان انا جبت عند تحت عينيا تشقير، فحصلت لي خطوط كده رفنام، وحاسه ان بشرتي عجزت يا دكتور من كتر التشقير. بس ليه سؤال تاني، بس انا سمعت ان شاي الكاموميل للشعر كويس، هل ده صح ولا لا؟ هي هنا في حتتين سيادتك لو تلاحظي، هي اتكلمت الاول عن التشهير. التشهير معناه ان انا بستخدم اكسجين نشط. استخدام الاكسجين النشط ده اكيد بيأثر في البشره، ممكن يعجز البشره ويظهر العلامات اللي احنا شايفينها عندها. ده ممكن يعمل مشكله كبيره جدا وكارثه كبيره جدا كمان، انه يبتدي يعمل بقع بيضة، يعني يبتدي يظهر بقع شبيهه بمرض البهاء، يكون سببها الاساسي هو التشهير. فلو جينا نتكلم فاحنا عندنا هما المشكلتين دول من المشاكل اللي ممكن تحصل. الحاجة الثانية اتكلمت عن الكاموميل وقالت ايه علاقته بالبشرة. الكاموميل من الحاجات المعروفة بالنسبة للشعر، ان احنا ممكن نستخدمه في تغيير لون الشعر الى لون فاتح شوية بعض الشيء، انما علاقته بالبشرة ملوش علاقة بالبشرة. انا اسمع ملطف. هو بالظبط، اذا ابتدى يستخدم بطريقة معينة وبتركيزات معينة ممكن يكون ملطف مش كل انواع البشرة، لان احنا لما نيجي نتكلم في البشرة، البشرة ستة انواع، في بشرة دهنية وفي بشرة جافة في بشرة مركبة اللي هي دهنية وجافة، بحيث نلاقي مقدمة الرأس والأنف دهنية وباقي الوجه جاف، وفي البشرة الصبوحة الجميلة الهادية، وفي البشرة الملطخة اللي فيها كل الأمراض، وفي البشرة الحساسة. ما اجيش أنا على بشرة حساسة وأبتدي أستخدم حاجة زي الكاموميل، ما ينفعش. ممكن تعمل لها التهاب بالعكس، تزيد من النسبة بالظبط. طب هي ليلى يا دكتور بتبتدي تعمل إيه في الخيوط الرفيعة اللي ابتدت تظهر لها في الشهر؟ هو في الأول تمنع السبب، تمنع المشكلة بتاعة تشقير البشرة. مش ممكن أنا بعمل تشقير أوصل لدرجة أوصل لجنب العين، يعني دي مشكلة، يعني ده حتى يعني اسلوب غير علمي او معاملة البشرة. البشرة دي كائن حي لازم احترمها، ما هي لو ما احترمتش البشرة، البشرة هتبعدنا، يعني ممكن تلاقي علامات وبعد شوية هتلاقي بقع زي بقع البهاء. هي تبطلوا تماما. انا افضل انها تبطلوا. ممكن الجديد انك انت تزيل الشعر الموجود، احنا بنشقر ليه؟ عشان نشيل الشعر. فممكن يكون ازالة الشعر عن طريق الليزر والطرق الحديثة، ده تكون طريقة افضل بكثير من انك تستخدم التشريح. الو يا مدام مروة. ازيك يا
ازيك يا نورهان؟ ازيك، انت كويسه؟ الحمد لله بخير. دكتور معاكي، اتفضلي. ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا. المصنف دكتور، انا عايز 28 سنه، ولاحظت من حوالي 3 سنين يعني او 6 سنين ان خدودي كانت رفيعه تحت عيني. دي مضايقاني قوي، لان انا كنت مره رحت، انا كان عندي حاجات سودا، ومره رحت لدكتور عيون يعني لاحظ هو الحاجات السودا اللي عندي دي، فقال لي على تركيبه كده فيها اكسجين وكده، فحسيت ان بعديها حصل نرمشه فوق جسمي اللي هو متحرك فوق مش على طول، وتحت عيني برضو خطوط رفيعه قوي. دي عامل يعني عامل ايه وعشان تروح؟ وفي نفس الوقت حضرتك كنت المره اللي فاتت قلت ان اللي هي الكريمات اللي هي بتاعت الوقايه من الشمس دي حضرتك بتفضلها، طب انا عشان ازاي ببشرتي في الشمس لو خرجت مضطره ان اخرج الصبح او كده اعمل ايه؟ طيب مروه معلش، بس في نقطه احنا ما سمعناهاش، اكسجين تحت عينيكي قالك كده؟ يعني كريم وميه اكسجين بنسبه معينه وكده، فحسيت ان هي يعني حطيتها بتركيز. ده اكيد هيعرف لك بشرتك يا مروه، بس هنسمع على الاجابه من الدكتور حالا. بشكرك جدا دكتور، يعني انا اتخضيت بجد. انا اللي اتخضيت الحقيقه. يعني هي الهالات السوداء اللي تحت العين عوامل كثيره جدا بتؤدي الى هذه الهالات، قد تكون عوامل وراثيه، واللي بيزيد اكتر منها ان العامل الوراثيه اكتشف حديثا يعني في اخر 10 سنين ان الهالات السوداء تتعلق بسمك الطبقه بتاعه الجلد اسفل العين. فوجود لانها بتبقى جزء من الملي اقل من الطبيعي، وده يؤدي لتكوين الهالات السوداء. الحاجه اللي بعد كده هو ان الاجهاد، التدخين، معامله البشره بطرق زي ما احنا بنتكلم بطريقه غير سليمه، دي ممكن تؤدي انواع معينه من الامتزاجات مش مظبوطه، دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى اكثار من الاسراع باظهار هذه الهالات السوداء. كمان ما ننساش ان جلد الانسان احنا بنقسمه لست انواع، ست درجات. يبدا الدرجه الاولى من البشره اللي فيها الجلد ابيض وفيه بيكون الشعر لونه احمر، ودي بشره حساسه جدا، وينتهي بدرجه سته اللي هو الجلد الاسود الزنجي. فاذا جينا نتكلم ففي عوامل كتير زي ما انت شايفه داخله ببعضها، انما لما اجي اتكلم عن العلاج ما اقولش ابدا ان انا هستخدم تركيزات فيها ميه اكسجين، ايا تكون هذا الكلام محرم دوليا، ده مش طبيا، لان ما اقدرش اتعامل ده كده. لا ده ما فيش حاجه في الطب اسمها كده، ما اقدرش اتعامل مع البشره اللي فيها اساسا الهالات السوداء عباره عن تغير وراثي موجود في الجلد، زائد ان سمك الجلد فيه يعني انا بقول لسه ان سمك الجلد اقل بجزء، فهستخدم له كمان ميه اكسجين عشان اكله اكتر، ده صعب طبعا. انما الطريق الامثل لعلاج هذه الهالات بالبعد عن المسببات، يعني لو انا مدخن ابطل، لو انا في كحوليات وحاجات في حياتي ابطلها، الحاجات دي كلها لو بتعامل مع يعني كلام على ساعات كافي ممكن، زائد التغذيه، التغذيه مهمه جدا، والميه يا دكتور كمان بتفرق في الموضوع ده. التغذيه بدءا من المياه زي ما سيادتك قلتي، دي بتساعد على نضاره البشره بنسبه عاليه جدا، ومرورا بالخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين الف اللي فيه بيتا كاروتين المسؤول عن جمال البشره، ايضا الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين دي اللي هو بيغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي البشره. ارجع ثاني اقول العلاج الاساسي في هذه الحالات السوداء حاجه من حاجتين. الحاجه الاولانيه انا بتكلم اللي هي شد الجفون، دي جراحات تجميل بنعملها. سيادتك لو شديت الجلد كده هتلاقي الهالات اختفت بنسبه عاليه جدا. فبيبقى طبيب التجميل بيعمل عمليتين في وقت واحد، بيشد الجفون. شد الجفون من تحت؟ شد الجفون يعني بيبقى على خط الرمش بخط في خلال اربع ايام بيختفي تماما. جراحه دقيقه جدا يا دكتور. جراحه بتبقى ليها متخصصين فيها، بنعملها في منتهى السهوله، ما بتاخدش وقت خالص، ممكن خلال ثلث ساعه تقدر تشد الجفون في اربع. طب لو هي مروه خايفه من الجراحه دي غاليه، بيبقى الليزر بيبقى الحاجه الثانيه، الليزر ليه دور بس ما بيبقاش دور عالي، لكن لغايه لا يجي ما بيجيش نتيجه يعني نسبه كبيره. لا احنا لو جينا النتيجه المطلقه بتبقى لجراحات التجميل اقلها في التاثير، بيكون الليزر ليه تاثير بيوصل لغايه 30 40%، ومش اي ليزر، انواع معينه من الليزر، بعد كده الكاموفلاج والمكياجات والحاجات دي كلها. طيب دكتور، هو الحقيقه جالك سؤال دلوقتي بس هي رفضت ان هي تدخل على الهواء، قالت طب الكاموميل بيفيد قوي البشره، بس حضرتك قلت ان هو بيفيد الشعر، فعايزه تعرف بقى ازاي ممكن ان هو يفيد الشعر. لا هو بيفيد الشعر، احنا لما نتكلم على الصبغات عندنا الصبغات، في الصبغات الطبيعيه وفي اللي هي النباتيه وفي الصبغات الصناعيه. من اشهر انواع الصبغات الطبيعيه الحنه. من ضمن الصبغات الطبيعيه ايضا الكاموميل، ده ممكن نستخدمه في تفتيح لون الشعر. ومن ضمن الصبغات الطبيعيه خشب عين الجمل، حاجه اسمها كده. فدي حاجات تستخدم مفيده في الناحيه الجماليه للستات اللي بيفكروا او الرجاله اللي بيفكروا انهم يفتحوا درجه لون الشعر درجه افتح. انما لو اتكلمنا على فايده علميه
تغذية الشعر، تغذية البشرة، كل شيء التغذية من داخل جسم الإنسان، من الأكل اللي احنا بناكله، من تصرفاتنا الداخلية. لكن عمري ما بحط كريم على البشرة أو كريم على الشعر عشان يغذي طرف الشعر. التغذية دايما من داخل جسم الإنسان. فإذا كنت بتكلم عليه بتكلم من الناحية الجمالية، إن ممكن يكون نوع من أنواع الصبغات النباتية الطبيعية اللي ممكن تستخدم في تفتيح لون الشعر. طب دكتور، معظمنا كستات بنسمع عن التقصير، ويمكن يعني عارفين ان هو بيجيب نتائج كبيره قوي في مشاكل البشره، بنزل مشاكل البشره، لكن احنا عايزين حضرتك تشرح لنا كده ببساطه ايه هو التاثير الكيميائي. انت قلت نتائج كبيره قوي، لا هي نتائج، والنتائج دي تختلف كبيرة. بالظبط دي تختلف، لان زي ما انا قلت الجلد بنقسمه لست درجات. البشره في الشرق الاوسط درجه 3 ودرجه 4. درجه 3 اللي هي البشره البيضاء ذات العيون العسليه، ودي البشره الطبيعيه، ودرجة 4 اللي هي البشرة القمحية، ودي احنا كشعب مصري. التقشير بيكون بكذا حاجة، لكن أشهر حاجة بتستخدم في التقشير حاجتين. الحاجة الأولانية اللي هي الحاجات الحمضية اللي الدكتور بس يستعملها، ودي أشهر حاجة اسمها تي سي إيه اللي هو ثلاثي حمض الخليج. أنا بتكلم على كلام علمي مش كلام تجاري. وفي الحاجة الثانية اللي هو الجلايكوليك أسيد اللي هو التقشير بهذا الحمض المعين. دي حاجات بيعملها الدكتور بنسب معينة حسب درجة البشرة ونوع البشرة. أنا اضطريت أقول إن الجلد ليه درجات، ما جيش أستخدم التقشير في بشرة نمرة 6، ما جيش سياسة تقول أنا هعمل بيلينج في بشرة سمراء. راجل سوداني أو راجل صومالي جاي يعمل تقشير ما ينفعش، أنا هعمل كوارث، هعمل حاجة اسمها كيلويد، الجلد هيبتدي يتغير ويحصل فيه تضررات ويحصل نوع من التشويه. يبقى التشبيه التقشير ليه درجات. النوع الأولاني زي ما أنا قلت بيعمله الدكتور في عيادته أو بتتعمل في المستشفيات، اللي هو التقشير بالثلاثي حمض الخليج او تقشير بالجلايكوليك اسيد. النوع الثاني بتعمله ست البيت في البيت، اللي هو التقشير بالفاكهه زي ما شفت اتكرمت وقلت عليها. انا التقشير اللي بيحصل في البيت ده، بس هاخد مدام ايزي. الو، ايوه سواعي. عليكم السلام، اتفضل. صباح الخير. صباح الخير، اتفضلي دكتور. لو سمحتي ممكن عايزه اسال بس الدكتور سؤالين سريع. انا كان عندي ابني عنده 10 سنين، حصلت له يعني اتعوض في قرطه وفي مناخيره، بس اللي في مناخيره جامده شويه. انا عملتها له تجميل الخياطه وكده، بس دلوقتي هي عاليه وباينه شويه، يعني باينه خط وفي كلكعه شويه يعني. فدي ليها علاج واتصرف فيها ازاي؟ دي حاجه. هو بقى له حوالي 6 شهور كده تقريبا. والحاجه الثانيه، انا عندي، انا بصيتي تعتبر فتحه، فعندي في جنب الانف كده في خطوط زي عروق باينه، شعيرات كده دمويه. انا دي مش لاقيه لها علاج، مش عارفه اعمل معاها ايه الصراحه. تعالي يا مدام نيجي نرد عليكي حالا. باي باي. احنا نبدا بالابن اللي هو عمل عمليه في مناخيره من 6 اشهر وحصل حاجه تضرر من فوق الجلد. انا لسه بقول عليه دلوقتي، اللي هو لو احنا عملنا تقشير كيميائي لبشره غامقه زي السوداني او الاسود او النجرو، بيحصل هذا التضرر اللي حصل عند الولد ده، ان حصل جراحه في الانف اتخيطت بطريقه مش سليمه، ابتدى يحصل حاجه اسمها كيلويد. كيلويد معناها تضرر في الجلد. وهي على فكره كانت في وقت العمليه كويسه، وكل ما الوقت بيمر بيبتدي الجلد يرتفع اكتر والمشكله تظهر اكتر. ودي اساسا بتبقى مشكله ليها علاقه بالالتهاب وليها علاقه بالتدخل الجراحي نفسه. الحاله دي محتاجه الحقيقه علاج نفس طويل شويه، بيكون بالحقن الموضعي وبعض الكريمات الموضعيه، واذا فشلت الحاله بيكون في تدخل جراحي تاني. ده بالنسبه للابن. يعني بالحقن الموضعي زي يا دكتور بنعلي المنطقه اللي هي ممكن تكون هابطه شويه او نازله شويه، فيش تبقى يبقى الجلد متساوي؟ لا لا، الحقن الموضعي ان انا بحقن مواد، هو اللي حصل التضرر او الارتفاع فوق سطح الجلد معناه ايه؟ معناه ان في نشاط للكولاجين اللي موجود في الجلد في هذه المنطقه، فانا بحقن ماده توقف هذا النشاط عشان المنطقه المرتفعه تهبط لمستوى الجلد وليس العكس، مش الجلد اللي حواليها ارتفاع. تماما. الحاجه الثانيه هي قالت ان في بعض الشعيرات الدمويه اللي هي ما يسمى الطبيه عندها، هي ما يسمى بالسبايدر فاي، وده بيبان في البشره نمره 1 و2 و3 اللي هي البشره الفاتحه، الجلد ابيض او فاتح، بيبان الشعيرات الدمويه اللي موجوده تحت الجلد. ده العلاج الامثل بيكون بطريق من طريقين، اما عن طريق نوع معين من انواع الليزر بيسمى الام دي اك، وده ليزر متخصص. عشان كده انا بقول لعزيز المشاهد ان مش اي كلمه ليزر يبقى الليزر ده بتاع كله، لا، في جهاز متخصص لعلاج هذه الحاله. الحاجه الثانيه ان في بعض الادويه اللي تؤخذ عن طريق الفم ممكن تؤدي الى اختفاء هذه الشعيرات، وبالذات لو كان عندها استعداد ممكن نلاقي الشعيرات ظهرت مره في الانف، مره في رجليها، مره في القدم، وهكذا. طيب تمام، هناخد مع دكتور بس قطعتك، بس هناخد لايه لانه وقت الفقره خلاص قرب يخلص. الو،
مساء الخير يا ليلى. هند عامله ايه؟ ازيك انت كويسه؟ ماشي. انتوا بتجيبوا لنا دكاتره يعني بيفيدونا وحاجات جميله قوي. وانا بشكرك ان انت بتتابعينا. دكتور معاكي اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. يا دكتور انا كنت بس عايز اسال حضرتك، انا كنت تابعت مع دكتوره واستخدمت الميزو ثيرابي للهالات السوداء. لحقني بالميزو ثيرابي للهالات السوداء وكمان عشان الشعر، عشان مثلا المناطق الفاضيه شويه من الشعر، بس انا استخدمت 6 جلسات بس مش شايفه اي نتيجه. تمام. دي حاجه كويسه ولا ايه؟ هو سيادتك الحقيقه دخلت في الخط اللي انا يعني بحب اتكلم فيه دايما، اللي هو العلاج بالميزوثيرابي. كلمه ميزوثيرابي يعني ايه؟ الجلد عباره عن طبقه الديرمس، طبقه خارجيه اللي هي طبقه الابيديرمس اللي هي البشره، وطبقه تحتها اسمها الديرمس اللي هي الادمه، وبعدها اللي هي الادمه، واخر طبقه اللي هي الميزوديرمس. الميزوثيرابي معناها ان انا بحقن ماده معينه في طبقه الميزوديرمس، عشان كده بنسميها ميزوثيرابي. الحقيقه الكلام اللي هي قالته اللي هي الحقن بالميزوثيرابي في العين ده كلام غير طبي وغير علمي، ونرجع للاسس العلميه اللي احنا بنتعلم فيها. نرجع للاف دي اي في امريكا او السي اي في اوروبا. كلمه الميزوثيرابي تحت العين ده من الحاجات الصعبه جدا اللي ممكن تؤدي الى اصابات شديده جدا تحت الجلد، صعب السيطره عليها. هي قالت انا ليا فترات طويله بتعالج بهذه الطريقه، طبيا هذا الكلام غير علمي ملهوش اي اساس، ومهم كويس ان هي ما دخلتش في مشاكل، فننصحها انها توقف هذا الكلام. قالت ايضا ميزوثيرابي للشعر. انا بقول فيتامين الف وفيتامين ايه علشان اديهم للشعر؟ طب ما ناخدهم في الغذاء بتاعي. فالحقيقه دي كلها ادويه ليس لها اساس علمي. الاف دي اي في امريكا محرماها، في اوروبا في دولتين او ثلاثه بيستخدموها، لكن كلمه ميزوثيرابي من الانواع العلاج اللي فيه ريستريكشن كتير جدا على المعامله معاها. يمكن الحاجه الوحيده اللي الميزوثيرابي نجح فيها هي بعض الحالات اللي فيها تجمعات دهنيه في جانبي الهنش، اللي هي ممكن احقن ماده معينه ممكن تساعد على تخفيف هذا التجمع الدهني. انما ميزوثيرابي في تحفظ كبير من الدكاتره الكبيره على استعمال هذا الميزوثيرابي، واقول لها احمدي ربنا ان ما حصلتيش مشاكل بالنسبه للهالات اللي تحت العين. دكتور منير ثابت ويليام، كبير جراح التجميل واستاذ الامراض الجلديه والعلاج بالليزر، بشكرك نورتنا يا دكتور منير. شكرا لك. هنخرج لفاصل وهنشوف تقرير عن الازياء ونرجع فقره جديده مع مياده، خليكم معانا.